تقريبا سنة من الحكم كانت كافية لإسقاط حكومة الإخوان في مصر. الدكتور محمد مرسي وصل إلى سدة الرئاسة في مصر بعد انتخابات محمومة ضد المرشح أحمد شفيق، وهو من فريق متقاعد من الجيش المصري. نتيجة محمد مرسي في الانتخابات كانت تقريبا 51 أو 52%، لم يكن الفوز متاعه بنتيجة عريضة. جماعة الإخوان المسلمين كانت تروج في قصة أنه كانت ثورة وكانت حرية وكانت ديمقراطية وكان حكم الدكتور محمد مرسي حكم ناجح، لكن جاء الانقلابي عبد الفتاح السيسي وأطاح بالديمقراطية وأطاح بمحمد مرسي. هذه هي الرواية اللي سوقت لها حركة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين والأذرع الإعلامية متاعها طيلة 8 سنوات. لكن الإعلام الإخواني لا يذكر أصلا أن عبد الفتاح السيسي تم تعيينه كوزير للدفاع وأعطاه رتبة فريق في الجيش المصري من قبل محمد مرسي في محاولة لاختراق الجيش. محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين انقلبوا على نفسهم قبل أن ينقلب عليهم عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي لم يكن دوره إلا إطلاق رصاصة الرحمة على حكم الإخوان الذي كان في حالة شلل وفي حالة موت سريري. في هذا الفيديو 5 أسباب لسقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر. السبب الأول اللي عجل بسقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر هي التحالفات السيئة اللي اختارتها الجماعة، خصوصا بعد الانتخابات الرئاسية والنتيجة اللي كانت متقاربة بين الدكتور مرسي والفريق شفيق. كان هناك واضح أنه فما انقسام في الشارع المصري، وأنه تقريبا نصف الشعب غير موافق على مرشح الإخوان أو جماعة الإخوان. والجماعة في عوض ما أنها تتجه إلى التحالف مع الشباب، مع حركات شبابية كما 6 أبريل وحركة كفاية وتضم الشباب لها في طمن وفي محاولة لتطمين الشارع وتطمين القوى الديمقراطية والثورية والليبرالية وتطمين المكون القبطي في مصر، حركة أو جماعة الإخوان المسلمين اختارت أنها تتحالف مع حزب النور والجماعات السلفية والجماعات المتطرفة اللي كانت الشعب المصري يخاف منها، خصوصا بعد موجة الإرهاب اللي شهدتها مصر في التسعينات. الاختيار السيء لهذا للتحالف في جماعة الإخوان المسلمين خلى الإخوان المسلمين يخسروا كثير من التأييد الشعبي وكثير من التأييد خصوصا داخل القوى الثورية والقوى الشبابية. الاختيار هذا خلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية العدالة الذراع السياسي متاحة تقريبا في حالة عزلة سياسية. الشيء هذا اللي أعطى للنظام القديم القدرة على استرداد الأنفاس، خصوصا أنه الطيارات ولا النزاع تحول إلى نزاع بنات إسلامي وعلماني والنزاع على مدنية الدولة، وهذا افتح المجال للدولة القديمة والنظام العسكري أنه يتدخل في الأخير لفض النزاع وعودة الاستقرار في البلد. السبب الثاني اللي عجل في سقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر هي التسرع في بدء المعركة مع المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية في مصر مؤسسة قوية منظمة وموجودة في كل مكان. جماعة الإخوان المسلمين تفكروا التسريبات والإيميلات نتاع هيلاري كلينتون اللي كانت تقترح أنها ترسل ضباط من أمريكا لإعادة تكوين الداخلية باش تكون وزارة الداخلية هي الموالي لجماعة الإخوان المسلمين في حربها على المؤسسة العسكرية. الرئيس محمد مرسي كان يخوض معارك مع المؤسسة العسكرية ويقوم بعزل الكفاءات من الجيش المصري وكبار الضباط بدون أي إنجاز على الواقع. في الحالة التركية تمكن أردوغان من تصفية الجيش التركي بعد ما حقق نجاح اقتصادي ملموس. في حالة مصر كان هناك فشل اقتصادي وفشل سياسي وحالة من الاختناق والانهاك الثوري، ومحمد مرسي وجماعته يحاولوا يصفوا في الجيش المصري والمؤسسة العسكرية واستهداف قيادتها. الشيء هذا اللي خلى المؤسسة العسكرية بشقيها العسكري والأمني ووزارة الداخلية انها تلتف حول بعضها وتعاود ترتب صفوفها من جديد وتحمي نفسها من خطر أخوانة الدولة، خصوصا أنه محمد مرسي كان يبتز في العسكر بالعمليات الإرهابية في سيناء. ونتفكر التصريح الشهير متاع المرشد اللي كان يقول بعد إسقاط نظام مرسي أنه يرجع مرسي إلى السلطة تقف العمليات الإرهابية في سيناء. الاستعجال في المعركة وتصفية الجيش المصري لصالح القوى الأجنبية مع الابتزاز واستعمال الإرهاب لتخويف الجيش المصري، الشيء هذا ساهم في أنه الجيش يقوم بالحركة متاعه ويتيح بجميع الخونة في البلاد ويسترجع هيبة الدولة المصرية.
السبب الثالث لعجل بسقوط جماعة الإخوان المسلمين هو الأداء الكارثي لبرلمان الإخوان والسلفيين في مصر، والأداء الكارثي للإعلام الإخواني. البرلمان المصري كان يناقش في أوقات الصلاة وفي شعر المرأة وفي قضايا تافهة وثانوية، وقت اللي البلاد يغيب فيها الأمن، وقت اللي البلاد في حالة اقتصادية يرثى لها، وقت اللي البلاد مهدة بالعطش من جراء سد النهضة. لكن برلمان الإخوان والسلفيين كان يناقش كالعادة في تفاهات وفي سفاسف الأمور. أما بالنسبة للقنوات الإخوانية كانت تضخ في مشاعر الكراهية والعداء داخل الشعب، وكانت تقريبا تؤله في مرسي وفي حكومته. حتى هناك تصريح، يعني تصريح شهير أو مداخلة شهيرة على أحد قنوات الإخوان واللي هي قناة مصر 25، أنه السيد يدعي بأنه الوزير الأول الدكتور هشام قنديل هو نبي من عند الله. الأداء الكارثي، والأداء الكارثي للإعلام ولبرلمان الإخوان، في غياب الأمن وغياب الاقتصاد وغياب رغيف العيش وغياب الكهرباء وغياب كل مرافق الحياة، خلى الشعب المصري يقول لك عاد يحن، مش يحن، يعتبر انه زمن مبارك كان ارحم من حكم الاخوان. وذي اللي اعطاه مشروعية لتحرك عبد الفتاح السيسي، واعطاه التأييد واعطاه الملايين اللي خرجت ناصرته، واعطته التفويض في 30/6 او بما يعرف يوم سقوط الاخوان. السبب الرابع للسقوط المدوي لجماعة الاخوان المسلمين في مصر هو كالعادة الفشل الاقتصادي، نظرا لقلة الكفاءة وقلة الخبرة والتعويل فقط على الحماس الايديولوجي والكذب الايديولوجي. جماعة الاخوان كانت منذ الثمانينات في الانتخابات البرلمانية تترشح بشعار الاسلام هو الحل، مستغلة طيبة وتدين الشعب المصري الذي هو محافظ بطبعه. تمحق حرق جماعة الاخوان بالاسلام واستغلالها للشعارات الكبيرة للوصول إلى السلطة خلاها لما وصلت أخيرا وتحطت في موقع صنع القرار وفي البرلمان، بان بالكاشف إنها تعجز حتى على توفير دبوزة غاز للمواطن البسيط. لهنا باش نلوموا جماعة الإخوان ولا باش نلوموا الإسلام؟ طبعا الإسلام منزه، الفشل يعود إلى جماعة الإخوان المسلمين وقلة كفاءتها وقلة الخبرة متاحة وغياب الكادر اللي قادر انه يحكم البلاد ويسير البلاد. الفشل هذا خلى الناس ولا الدولة العميقة ورجال الأعمال اللي بيدهم رجال الأعمال ذوكم تحولوا إلى رجال إعلام، أصبحوا متقلقين من وصول هذه الحركة. وحتى صندوق النقد الدولي أصبح يعطي فيه مؤشرات سلبية للاقتصاد المصري، الشيء هذا اللي ساهم بتدهور شعبية الإخوان المسلمين. وفي حالة أنهم سقطوا فإن سقوطهم كان غير مأسوف عليه، وأعطى الشرعية لتدخل الجيش لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس وشبح المجاعة والفقر. السبب الخامس والأخير هو عزلة جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين باختيارها للتحالف متاحة فإنها فقدت القوى الليبرالية والثورية والديمقراطية والشبابية والمكون الثوري، كما أنه باختلاف اللي صار بينات قيادة حزب النور وجماعة الإخوان المسلمين تقريبا شهر قبل إسقاط نظام محمد مرسي، فإنه حزب النور اللي هو يعتبر المكون الأكثر تطرفا من جماعة الإخوان، فإنه أصبح يتهم في جماعة الإخوان بأنها جماعة ديكتاتورية وجماعة هي تسبب السبب في الإرهاب وفي أحداث العنف وفي كل ما يحصل للبلاد. هذا كمل الانزاع منها الغطاء الإسلامي عليها، كذلك الغضب الشعبي والتردي الوضع الاقتصادي وحالة الانهياك اللي صارت في البلاد بسبب المظاهرات اللي كانت تصير كل أسبوع، مظاهرة الشرعية ضد مظاهرة غير الشرعية ومظاهرة العلمانية ضد مظاهرة، خلت المواطن البسيط يشعر بانهياك ويحن إلى الأمن والاستقرار. والناس بطبعها يعني المواطن يحب يعيش، يحب يربي صغار ويحب يخدم، المواطن ينحو إلى الاستقرار، ماهوش موجود باش يخوض كل يوم في صراعات بالنيابة على جماعة الإخوان. كل هذه العوامل اتحدت مع بعض لتمهد الطريق أمام الجنرال عبد الفتاح السيسي ليتدخل كما قال هو لينقذ مصر من العنف والإرهاب المحتمل. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا على الدعم والمساندة.